أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أملك بيتا وسوف تشتريه الدولة مني بالتثمين، فجاءني شخص وقال أشتريه منك الآن بمبلغه الآن، وإذا حصل التثمين في المستقبل أخذ ما دفعته منك والباقي بيننا مناصفة، فهل يصح هذا البيع؟ لا، هذا ما يصح، هذا ما يصح. بيع بهذه الصفة وتعليق على شراء الدولة في المستقبل ما يصلح هذا. أما أنك ما تبيع عليه ويبقى البيت على ملكك إلى ما تأخذه الدولة، وإما أنك تبيعه عليه وهو اللي يبيعه على الدولة. نعم.